دابا انا ما غنمشيش نصوت نهار واحد الفلوس على الدستور الجديد، لانني تظن بان طريقه صياغه هذا الدستور ماشي ديمقراطيه، لان هذا الدستور صار من طرف لجنه ولم يتم فيه اخذ بعين الاعتبار جميع تطلعات الشعب المغربي، بالاضافه الى ان 15 يوم ما كافياش باش ان هذا الدستور يوصل لكل فئات الشعب المغربي، خصوصا ان 50% من تصعب لا تكتب لا تقرا، ان الناس ما تيفهموش العربيه تيهضروا الامازيغيه، دونك ما يمكنش ان هاد الناس يفهموا الدستور والابعاد ديالو باش يقدروا يصوتوا وهما مقتنعين بنعم او لا. داكشي علاش نقول لكم قاطعوا هاد الدستور. نهار 20 فبراير خرجت باش نطالب دستور جديد منبثق عن إرادة الشعب، نطالب محاربة المفسدين والإبعاد ديالهم على مصادر القرار، ونطالب بتغييرات جذرية. نهار 9 مارس خرج عليا خطاب ملكي يعين لجنة باش دير هذا الدستور هذا، و 17 جوان خرج لنا مسودة الدستور اللي كنعتبرها في شكلها وفي منظورها وفي منهجيتها ماشي ديمقراطية، إذن ما مستعدش نتعاقد من جديد مع الملكية في شكلها الحالي، وكنخرج بموقف أنني نقاطع الاستفتاء هذا، ونطالب الجميع أنهم يقاطعوا هذا الاستفتاء. تغذينيش النقطة الأمازيغية، يسر الملك إنه ناوي الضياقة والأمازيغية ذي الدستور. هذا انا يستخص الامازيغيه باش نقارس لا المطالب اللي كمران مره اللي يشتغل مازال هذه شنو النقطه تم تزيان فيها. اذا باش انني لا انقى وانتخشى انصوت اي الدستور. استقلال القضاء شرط اساسي لكل ديمقراطيه. الدستور الجديد ما تيضمنش استقلال القضاء. انا ما غاديش نمشي نصوت على مقترح الدستور الجديد. خوتي المغاربة وأخواتي المغربيات، كنادي الذكاء ديالكم، بغيت نقول لكم واحد الحاجة، دولة الحق والقانون ما تتعطاش عن طريق الجرعات، بين دولة الحق والقانون وبين الديمقراطية حقيقية الآن، بين المغاربة والمغربيات هما اللي يقرروا المصير ديالهم بأنفسهم. نهار 1 جويلية نقاطعوا هذا الاستفتاء هذا ونقاطعوا هذه اللعبة المغشوشة. أي مزيغنا، تانا خامورنا، إوينا ختي ميزارنا. Partie du mouvement du 5 février, je vais boycotter le référendum parce que je suis contre cette nouvelle constitution, enfin cette mascarade de cette nouvelle constitution qui n'a rien changé ni dans le fond ni dans la forme et sur laquelle je ne me reconnais pas du tout dans mes revendications de liberté, de démocratie, de dignité et de justice. نلي نفوق غادي زرين نفوق دار نتزله رنت نريد لا كونستيتي لا كونستيتيسيون لي مونتيني دوستور لي تنضمن الدوله تنضم سلطه النص باش وليت سيارني انت مزيرت تحمل المسؤوليه نسي راس دايت ما استما راون تينيغ فين كي غايلي اسمو قول الدستور نغصاد يضد كل ولي غولي زرينين راون تينيغ نكي ورد فتوغ هاد صوت في الدستور هاد ورديوش كي غدار الشعب راه ونتيني غيتما استما كيقول نخرجوا الدوم حتى كني ادور الدوم هاد صوت ما تكفي من الفرصه الى عديان ولي تقرر انت ما زرت غادي زري هاد خصو كي يستقر. السلام عليكم. قررت باش نقاطع الاستفتاء على الدستور الجديد. بالنسبه لي انا كاين نقاط بزاف اللي نقدروا نتكلموا فيها اللي ما داخلاش في الديمقراطيه، ولكن انا غادي نختار لكم نقطه واحده اللي هي المنهجيه اللي تبعت في بلورات هذا الدستور. دونك اللجنه اللي بلورات هذا الدستور اللي خدمت عليه هي لجنه معينه، وحتى كاع الا قبلنا بهذه المساله ال 15 يوم غير كافيه باش نديروا نكتبوا دستور البلاد كامله وتم في واحد السريه، لهذا انا غنقطع الدستور. وانتم بعدا ودي غتسوق مع يحكمنا ولا تينان ويرن تين رايح وجن تين رايح طعنان دي كني زان ايتا دوا نعاون الشاف دو ليتا اللي ريسبونسابل اي جوستيسيابل دون سيت كونستيتيسيون ديجا فو فوايي le chef de l'État n'est ni responsable ni justiciable. Dans ces conditions-là, on peut conclure qu'elle n'est pas démocratique. Il n'y a pas à voter oui ou non pour une constitution non démocratique comme je vote. Quel mazir en grève? Il y a un mazir qui a été sorti de l'État de la France à la SNI. Il y a un mazir de l'officialisation de la langue nord. وتاتي سير يا الحاج تم قالوا تداو الدنيا او دينا ادوري سنزا الشات ادوري سنزا الشات نسخفيت سلب النور ولا بديت ديال الحساب وبسم الله سلام تمازال انا دستور جديد كنشوفو ماشي في الدين ماشي معقول ما اقتربناش فيه ارادات الشعب المغربي والمواطن المغربي انا ما فيه حتى شي جديد داكشي اللي متداول به كتبوه من جديد ما
مشينا من دستور الاستبداد دستور الديكتاتوري. انايا واحد مدروس ما غاديش نمشي ننتخب. قاطعوا هاد الدستور نطالب الجميع انهم يقاطعوا هاد الاستبداد باش انني لا القى وانت وحشه اصوت اي الدستور. انا ما غاديش نمشي نصوت على مقترح الدستور. نهار واحد شويه نقاطع هاد الاستبداد هذا ونقاطع هاد اللعبه المغشوشه. وين ترى جو في بويكوتي لو ريفيروندوم؟ انا غنقاطع الدستور وانتوما جو